السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غادي نحضر معكم تاغلياتيل بالليمون. اذا نخليكم مع المقادير. كنحتاج هنايا تاغلياتيل، اللي ما عندوش يقدر يعمل سباغيتي حتى هي كتجي مزيانه. كنحتاج هنايا هاد بوزروك ولا هاد ليمون اللي منقي هكا. كنحتاج جلبانه، كنحتاج الذره، مايس، كنحتاج كذلك بصله واحده مقطعه قطع صغيره، قزبر وربيع مفرومين، كنحتاج معلقه كبيره ديال مركز طماطم، وكنحتاج كذلك للتزيين قطع ديال هاد سمك السلمون. بالنسبه للتوابل فكنحتاج غنعمل انايا هنايا 50 سنتيلتر ديال الكريمه السائله ديال الطبخ. وبالنسبه للتوابل فكنحتاج الملح، فلفل اسود، وكذلك الثوم مجفف، وزيت نباتيه. وغادي نعمل مرق ديال السمك. بالنسبه لهذا المرق ديال السمك فانايا صوبته في المنزل. كيفاش كتصوبوا؟ فكتحتفظوا في البقايا ديال السمك، يعني الريوسه ديال السمك وكذلك ديال الكروفيت، فكنعملوهم يغليو مع بعضهم وكنحتفظوا به. اللي ما متوفرش عنده هاد مرق ديال السمك فريش يقدر يعوضه بضامه البنه ديال السمك، النكهه ديال السمك. واللي ما عندوش كاع يقدر يحتفظ غير بالماء ديال اللي كنسلقوا فيه هاد لي بات. يعني لي بات فاش كنسلقوها كنحتفظوا بالماء ديالها، يعني اللي ما عندوش يعوضها بالماء ديال لي بات. اذا من طريقه التحضير، اذا كناخذ هنايا الطنجره اللي غنسلق فيها هاد المعجنات ديالي. اذا كنعمل فيها الماء المغلي، قليل من الزيت النباتيه، ورشه خفيفه ديال الملح، وغادي نعمل هاد تاغلياتيل 6 دقائق تسلق ليا. اذا في هاد الاثناء كناخذ مقلاه كنعمل فيها القليل من الزيت النباتيه وكنخليه حتى كيسخن تماما. غادي نضيف ليه هاد البصله وغادي نخليها تشحر فيه مزيان. غادي نضيف ليمون، وغادي نضيف كذلك هاد اللبانه تيكبو. غادي ندمج الخليط، نضيف الملح، رشه ديال الملح، ما نكثروش الملح لاننا غادي نضيفو مرق ديال السمك او ضامه البنه ديال السمك، او حتى الماء اللي ما عندوش غيعمل الماء ديال اللي غنسلقو فيه هاد الطاغلياتيل غيكون مالح. لذلك الملحه غنديرو غير شويه. ضفت كذلك ثوم مجفف، او تقدروا ديروا فص ديال الثوم، وغنضيف الفلفل الاسود اللي بدا. اللي بغى يضيف الحار هريسه، وبالنسبه للكميه ديال الملح فعلى حساب الضوء. وغادي نضيف هاد 50 سنتيلتر ديال الكريمه السائله. غادي نخلي هاد الخليط يطيب تقريبا نص ديال القهوة ديالو. اذا كما كتشوفوا هنايا فبدات كتغلي هذيك الكريمة السائلة. الان غادي نضيف هاد الذرة لانه مسلوق، كنضيفوه في المرحلة النهائية. وغادي نضيف هاد ملعقة من مركز طماطم، غادي نحاول ندوبها هنايا. وبالنسبة للحار فأنا ضفت الفلفل ح
حار مطحون، يعني هذا كيبقى اختياري، اللي ما كيبغيش الحار فيدير غير القليل من الفلفل الاسود فقط. الدور ديال هاد مرطس الطماطم غير تيجمع لينا هاد لاصوص، ما تيخليهاش ميها. غادي نضيف الان القليل من البقدونس والكزبره المفرومين، وغنحتفظ القليل للتزيين. والان غنضيف الى طابت هاد لي بات كتصفيوها وكتضيفوا تقريبا كاس حتى جوج كيسان كبار ديال الماء ديالها. انا هنايا غنضيف ماء ديال السمك، وغادي نخلي الكل ينضج. غادي نضيف كذلك قطع ديال السمر، وغادي نغلق عليهم للمره الثانيه. اذا بعد ما نضج الصلصه ديالنا وهاد اللي فطفيناها من الماء، فغادي نضيفها على الصلصه لاصوص وغادي نضيفهم مع بعض. اذا كنخدموها على هذا الشكل بالصحه والراحه.